الله الرحمن الرحيم. الدعاء في رمضان. الدعاء هو لجوء، ولكنه ليس لجوءا سياسيا إلى دولة عظيمة تملك سلاحا قويا وفتاكا، إنه لجوء إلى رب الأرض والسماء، لجوء إلى من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. الدعاء استعانة من عبد عاجز ضعيف بقوي قادر خالق سبحانه وتعالى. الدعاء خير كله، فهو عبادة، بل هو مخ العبادة ولب وأساس العبادة. الدعاء خير كله، فإن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى رابح في كل الأحوال ولن يخسر شيئا. الذي يدعو الله سبحانه وتعالى إما أن يستجاب له في دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له من الأجر يوم القيامة مثلها. الدعاء حاجة الإنسان إليه ملحة، فما من خير إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وما من سوء يصاب به الإنسان إلا بعلم الله وحكمته، ولا يرفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا شأن الدعاء في سائر الأيام، فما بالك بالدعاء في شهر رمضان. هذا الدعاء في شهر رمضان الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاءت هذه الآيات في وسط آيات الصيام ليبين الله لنا سبحانه وتعالى بأن الدعاء مع الصيام مستجاب وشأنه عظيم جدا. فيا من انقطعت بك الحبال، ويا من أغلقت الأبواب في وجهك، فإن الله قريب، قريب بمعيته معك سبحانه وتعالى، قريب الإجابة، قريب الإجابة، حباله لا تنقطع وأبوابه لا تنغلق. فيا من له هموم وغموم، ما عليك إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. أكثر من الدعاء في هذا الشهر، في هذا الشهر الكريم، أن يرفع الله عنا كل بلاء وكل شقاق وكل نفاق، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لدعائك، فمن وفق للدعاء فقد وفقه الله سبحانه وتعالى لكي ييسر له حاجاته ويقضي عنه همومه وينفس عنه كروبه بإذن الله سبحانه وتعالى.